مرحبا طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا راح اشرح لكم المحاضره اليوم رقم 2 للعملي، اللي هي محاضره الكونكتيف تيشو. راح اشرح بها بس الهيستولوجيكال سيكشن، لانه هي كمحاضره اي كلام مذكور هنا فهو مذكور بالمحاضره العمليه وانا شرحته قبل. ثاني شيء انه الدكتوره مو كلش ركزت على هذا السكشن، هذا اللكتشر يعني ما ركزت عليه، وهي قالت حتى الفرق بين الريجولار والريجولار لوس والدانس هذه سوالف هي ما تحبها، فا I don't think إنه هي راح تجيب من هذا اللكتشر، لكن ردت أشرحها حتى أكون كملت كل شيء علي وياكم. فنبدأ بسم الله. أول شيء عندنا إن الكونكتيف تيشو مالتنا consists of the fibers, cells وال ECM. وإحنا نعرف إنه fibers وال cells تكون على مختلف الأشكال والأنواع. فإن هذا السكشن يكون لام إلنا كل الديتيلز هاي. شوفوا أول شيء عندنا هاي الفايبروبلاست نيوكلي اللي هي هاي الفايبروبلاست تكون عندنا أكثر شيء تكون elongated، هي هاي اللي يميزها عن باقي السيلز، بتكون أكثر شيء abundant بالكولاجين، يعني موجودة كولاجين فايبرز، فموجودة أكثر شيء بال يعني اللي هو بالconnective tissue اللي موجود بيه كولاجين فايبر. ثاني شيء عندنا الماس سيل اللي هي لما تكون active mass cell تكون هيجي irregular shape. اما بالنسبة للإلاستيك فايبر، فالإلاستيك فايبر يكون عندنا بهذا الشكل اللي هو عبارة عن خطوط رفيعة جدا، مثل ما تشوفون لونها يميل من الرمادي الى الاسود. الكولاجين فايبر هو الفايبر اللي يكون بهذا الشكل او بهذا الشكل، اللي هو يكون شفاف وعريض، وهاي طبعا النيوكليس مال فايبر بلاست اللي احنا قلنا ما يبين دائما عندنا. هذا بالنسبة لهذا السكشن اللي هو بالتندون الكولاجين فايبر بيها. طبعا جبتنا يا دكتورة بالامتحان انه شنو التايب مال كونكتيف تيشو اللي موجود بالتندون اللي هو الدينس ريجولار كونكتيف تيشو. مثل ما تلاحظون ان هنا صايرة الكولاجين فايبر بيها صايرة ريجولار منتظمة وتكون مرتبة ومو معقدة، الصورة يعني مثل ما تقول مريحة للعين، فهذا التايب مالته هو دينس ريجولار. فهنا الريتيكولار فايبر، الريتيكولار فايبرز تصير عبارة عن فايبرز لونها أسود وتصير كومبلكس مثل النمل. فشوفوا هذا عندنا كله، هذا الريتيكولار فايبر، هاي اللي هي تصير الخطوط السوداء. شوف هاي كلها الريتيكولار فايبرز تكون ويا النهايات مال النيوكليس. شوف هنا عندنا هاي الريتيكولار فايبر، هاي كلها الريتيكولار فايبر مثل ما تشوفون، هاي النقاط السودة هي الهيباتوسايت نيوكلي اللي هي الهيباتوسايت اللي هي السيل اللي موجودة بالكيدني. شوفوا شكو عندنا نقطة سودة، هي هاي الهيباتوسايت نيوكلي. هنا هاي من الريتيكولار فايبرز اللي موجودة بالليمف نود، هاي الريتيكولار فايبرز. الريتيكولار فايبرز اللي موجودة بالكيدني جلوميرولاي، طبعا قبل ما اعطيتكم صورة عن الجلوميرولاي مال الكيدني اللي هو البومان سبيس او البومان كبسول اللي هو يصير عندنا هيك دائرة وتكون دائرة مدائرها اللي هو البيزل لامنا بالداخل، هاي الجلوميرولاي نفس الشيء. هنا هذا شوفوا اللي حيطه بالداخل هذني السوادات، هاي ريتيكولار فايبرز او هاي ريتيكولار فايبرز، طبعا اللي يحيط به هذا البيزل لامنا، بس العقد اللي تطلع من عند هذني هي ريتيكولار فايبرز. سوري هذا اللي هنا اللي يحيط البيزل لامنا هذا اللي هنا يحيطه الريتيكولار فايبرز. الالاستيك فايبر، الالاستيك فايبر شنو فرقها عن الريتيكولار فايبر؟ الريتيكولار فايبرز تكون مثلا اذا عندنا هيك نيوكليس هي تكون طالعه هيك منها يكون لونها اسود، الالاستيك لا تكون شكلها مموج. زي ما تشوفون هاي الالاستيك فايبرز موجوده هاي بالاورتا ايورتا او الارتريز، هاي بالارتريز موجوده. اللي احنا مثل ما نعرف ان الاورتا اللي هو الشريان الابهار، فهن كلهن شرايين كلهن ارتريز. شوفوا ناها معنى يقول لك انه موجوده بالاورتا، هذاك هاي بس اللي تشوفوها. طبعا هذا السكشن سبيشال ستين وهذا اللي يخلي لونه يبين فاقر. هنا باعوا هاي هاي باور ماجنيفيكيشن وهاي ميديوم باور، يعني هنا هاي التكبير مالتها اكثر. هاي هي الالاستيك فايبرز اللي هي الخطوط، هاي هنا من الالاستيك ارتري يعني ارتريز، بالارتريز نفس الشيء. شوفوا هنا عندنا الالاستيك فايبرز، هاي الهاي ماجنيفيكيشن او الهاي باور تكون مو
متموجة. الإلاستيك الريتيكولار تكون لونها غامق أو شيء أو أسود، وتكون هيك يعني تكون طالعة دائما على النيوكلياس، شكلها غير منتظم. هنا اللوس كونكتيف تيشو، شوفوا شلون الفرق بين اللوس والدنس. اللوس عندنا يكون شفاف، الدنس عندنا يكون معتم دارك. مثل ما تشوفون السكشن هنا عندنا شفاف. قلنا الكولاجين فايبر شنو انه اللي هنا تصير خطوط، هاي الخطوط اللي تصير شفافه وعريضه، هاي كولاجين فايبر. هاي فايبر بلاستي نيوكلي قلنا جراند سبستنس او الاي سي ام، اللي هي المكان اللي تلقوا هاي البياضات تلقوها فارغه، هي المكان مال الاي سي ام. والالاستيك فايبر هنا عندنا هنا ذني الخطوط السوداء. شوفوا هنا هاي باريتيكولار فايبرز اللي هي تكون معقده ولونها قريب للجري. الإلاستيك فايبرز اللي هي تكون أغمق من عدها وتكون متشابكة. هاي شوفوا يعني ريت شوفوا هذا اللي يكون فاتح لونه وتكون هيك يعني، هاي هي الريتيكولار فايبرز. الأغمق منها مثل ما تشوفون هاي إلاستيك. الكولاجين فايبرز اللي هن هذني اللي صار شفافات، أو هذا مثلا اللي صار شفاف، هذا الخط مثلا صارت فوضى. شوفوا الفايبروبلاست نيوكليس قلنا اول شيء تكون يعني لما تلقون اكو كولاجين فايبرز وبنصها هيك، هاي قولوا هاي فايبروبلاست. شو تكون؟ تكون الونجيتد مثل ما تشوفون شكلها هيك، هاي فايبروبلاست. الوايت بلود سيلز او الليوكوسايتس المونوسايت، شوفوا شلون يكون شكلها، يكون شكلها راوندد. بنفس الوقت تكون ستيند باي دارك بيربل مثل ما تشوفون. اللي افتح منها بشويه هي الماس سيل. الماس سيل لما تكون اكتف يصير لونها فاتح، ويلا راح تبين عندنا بالسكشن. شوفوا اللي افتح منها هي هاي الماست، هاي اليوكوسايت او البايت بلود سيل. هاي هم من اللوس اريولار، شوفوا هاي عندنا ماس سيل اكتف مثل ما تلاحظون بين بين النيوكليس مالتها. هذني اللي صارن هيك، هذني فايبروبلاست، هذا عندنا كولاجين، اللي عندنا هذا الغامق إلاستيك، واللي عندنا هذا الفاتح هو ريتيكولار فايبر. أما بالنسبة لهاي الفراغات اللي لونها أبيض فهاي هي الإي سي إم. نفس الشيء هاي، هاي عندنا الإلاستيك فايبر اللي أفتح من عندها، اللي هنا هنا مثلا هاي ريتيكولار، هاي ال شو اسمه هذا اللي تشوفوه الطويل، هذا الكولاجين فايبر. لوس كونكتيف تشو مثل ما تلاحظوا لون او سوري السكشن مالتنا شفاف، السكشن عندنا شفاف. هذا الني اللي هنا الشفافات الخطوط العريضه، هذا الني كولاجين فايبر، هاي الفايبروبلاست، وهذا السكشن موجود بالسكن، هاي ماجنيفيكيشن. لوس كونكتيف تيشو شو سي، هاي الصورة، هاي اي سي ام، هاي ريتيكولار، هاي فايبروبلاست. انا طبعا ما مبين كلش بس من هذني اللي يصير لونهن وردي، هذا هاي كولاجين. الدانس ريجولار يعني مال تجول ما تفرقون بين اللوس والدانس، فهذا يعني جريمة، لانه شوفوا عندنا اللوس شلون شفاف والدانس شلون يكون الصورة معتمة. الدنس ريجولار هذا اللي موجود بالتندون عندنا. اول شيء اذا نلاحظ انه اذا عندنا تموجات فالتموجات اللي بيه مرتبه مو يعني معقده. ثاني شيء النيوكليس مالته مال الفايبروبلاست بس تبين عندنا النيوكليس، والنيوكليس صعبه تبين يعني بس النيوكليس تبين ما تبين السيل كامله. فذني اذا تلاحظون هنا النيوكليس مالته مال الفايبروبلاست، هاي اللي عندنا البياضات، هاي الكولاجين. نفس الشيء بالنسبة لهذا السكشن، هاي التعرجات عندنا هي الكولاجين، وهذا عندنا هو النيوكليس مال الفايبروبلاست. هاي الصورة سكشن للسكيليتال مسل، طبعا مثل ما تلاحظون هذا مسل، اكيد انت طالب طب وصرت حافظ شكل المسل. هذا عندنا الدنس مثل ما تلاحظون، دنس ريجولار دنس لانه مبين يعني واضح انه هو ريجولار ما بيه اي تعرجات. اديبوسايت ذكرنا قبل انه هي تكون عبارة عن كريات بيضة، بس هو هذا الاديبوسايت عندنا او الفات سيلز او الميوكس سيلز عندنا همينة،
تبين بالسكشنز تبين لونها ابيض بالهيستولوجيكال سكشنز، لانه هو الستينينج والهاي تروح لونها، تبين لونها ابيض. اللوس والريجولار دانس، شوفوا هذا اللوس عندنا اللي هو الشفاف، وهذا الريجولار دانس، دانس ريجولار هذا. شوفوا هذا الريجولار لوس، وطبعا احنا ما مطلوب عندنا نعرف اللوس ريجولار لو ريجولار، بس هو عندنا لوس. لما الدانس لازم نعرفه ريجولار او ريجولار، فهذا الدانس ريجولار.